بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأستاذ الدكتور أحمد حسين أبو فريخة، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة طنطا، ورئيس وحدة العقم بجامعة طنطا، رئيس وحدة المناظير. النهاردة هنتكلم عن موضوع العقم، وهو موضوع شائع ويشكل تقريبا نسبة حوالي من 8-10% من البوبوليشن، من مجموع النساء المتزوجات. بمعنى ان العقم بينقسم الى قسمين، عقم اولي وعقم ثانوي. العقم الاولي ده عدم القدرة على الانجاب خلال سنة من الزواج، وده بفرض ان العلاقة قائمة وان مفيش اي موانع بتستعمل والنية متخذة اساسا للانجاب. لكن ممكن طبعا الناس يبقوا بياخدوا موانع، مش عاوزين، لسه متجوزين جداد، عندهم هدف معين، الزوج بيدرس، الزوجة بتدرس. فطبعا دي نقطة مهمة جدا ان يكون عندهم نية الانجاب، وان يكون العلاقة مستمرة مرتين اسبوعيا او يوم بعد يوم. بالنسبة للعقم الثانوي هو عدم حدوث الحمل في خلال فترة سنتين من اخر حمل، نهاية حمل حصل. بمعنى ان ممكن جدا جدا يكون في اجهاض حصل، حمل خارج الرحم، اي حاجه من الحاجات دي. فدي نقطه مهمه ان احنا يكون سنتين وتكون النيه برضو، وطبعا بفرض عدم استعمال اي موانع للحمل، والعلاقه قائمه مرتين اسبوعيا او يوم بعد يوم. طبعا العقم ده اسبابه متعدده، ممكن يكون اسباب، اول اسباب هي تقريبا بتبقى 50% للرجل و50% للمراه. بمعنى ان اول حاجه لما بشوفها دايما في العقم لازم بشوف الرجل، بشوف تحليل السائل المنوي بتاعه او السبيرميوجرام. تحليل السائل المنوي بتاع الرجل ده مهم جدا جدا جدا، لان انا ملقيش الحمل على الانثى بس في عدم حدوث الحمل. فلازم ابص على التحليل بتاع الراجل من جوانب متعدده، العدد، السيولة، الحركة بتاعت الحيوانات المنوية، دي الحاجات دي مهمة جدا جدا. وبعد ما استثني الراجل خالص، او معنى اصح ان الراجل ما يبقى تمام التمام ما فيهوش اي حاجة، طبعا هو المفروض ان احنا بنمشي بارلل في نفس الوقت، بنحلل الراجل ونحلل للست، بس الراجل دايما بنطلب له تحليله الاول، بعد كده بنشوف تحليل للست. بقى تحليل للست متعددة جدا، بتشمل ان انا بشوف صورة الدم الكاملة بتاعتها، بشوف تحليل البول بتاعها، بشوف هل في حدوث تبويض ولا لا، بشوف العيب فين بالظبط عندها، بشوف هل الأنابيب كويسة ولا لا. طبعا قصة العقم دي المفروض احنا عندنا كناس متخصصين في العقم بتبقى درجات، مش معقولة الواحدة لما تيجي هكلفها واطلب منها تحاليل كتيرة جدا ملهاش لازمة. فدايما عندنا اللي ما بيحملش من أول درجة ويخش في تاني درجة، واللي ما بيحملش في تاني درجة بيخش في تاني درجة. بمعنى إن أول درجة بتبقى الحاجات العادية، تحليل الزوج والزوجة والحاجات العادية بتاعت الست. تاني درجة بتبقى تحاليل متخصصة أكتر، بمعنى بشوف هل في تبويض ولا مفيش تبويض، هل في بالموجات فوق صوتية، هل في أي مشاكل في الرحم، في المبيض، في قنوات فالوب. طبعا قنوات فالوب دي أقدر أعمل لها تقييم بحاجات كتيرة جدا، ممكن أعمل لها تقييم بأشعة بالصبغة، ودي بتتعمل بعد الطهارة من البيريد بيوم أو يومين، بحيث أن أنا أقدر أشوف نفاذية الأنابيب على اليمين وعلى الشمال. وطبعا ما أقدرش أنكر أن النفاذية بتاعة الأنابيب دي من الحاجات المهمة جدا 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 في حدوث الحمل، لأن المفروض الحمل بيحصل في الثلث الأخير من الأنبوبة، والبويضة بتقابل الحيوان المنوي في الثلث الثالث أو الأخير من الأنبوبة، وبعد كده في رحلة بتستغرق داخل الأنبوبة بتبقى في حدود 72 ساعة، بعد كده بتستقر البويضة المخصبة داخل رحم الأم. النقطة دي لازم نبقى عارفينها كويس علشان نعرف نشخص أسباب العقم ونقدر نعالجه بالطريقة بدون ما نكلف المريض تكلفة عالية. وفي نفس الوقت مش أول ما بشوف العينة بقول لها حقن مجهري، لا، لازم يبقى في تسلسل معين علشان ممكن جدا جدا تحمل من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة.
لان ده مفروض بروتوكول، والبروتوكول ده لما بنمشي عليه صح ما بنكلفش العيانه، وفي نفس الوقت بيحصل الحمل الحمد لله في اقرب وقت. و طبعا مهم جدا 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 ان التحاليل دايما تبقى مدرجه، وعندنا درجه اولى للتحاليل ودرجه ثانيه للتحاليل ودرجه ثالثه للتحاليل. بمعنى ان انا مثلا الدرجه الاولى بطلب تحاليل البروجسترون، بطلب تحاليل الاف اس اتش، بطلب تحاليل ال اتش. طبعا كل حاجه لها يوم معين في التحليل، يعني مثلا الاف اس اتش المفروض اليوم الثاني، ال اتش المفروض بنبدا تحليله من اليوم ال 12 ال 13 وبنعمله سيريال عشان نشوف البيك بتاعته او قمته وصلت لغايه فين. تحليل البروجسترون في الدم بيبقى تقريبا اليوم ال 21 و 22 للبجيلا بيريد كل 28 يوم، بمعنى ان انا لازم اشوف هل البيريد منتظم ولا مش منتظم، لان بنلاقي كتير جدا جدا اباء بيحملوا ابنائهم وبيبقى البنت عندها تغيرات في العاده الشهريه وما بيعالجوهاش، مع ان ممكن جدا جدا بيبقى علاجها بسبب السمنه، علاجها بسبب السكر بعد الشر، علاجها بسبب حاجات ممكن تبقى سهله جدا جدا جدا، بس المفروض كل ما العلاج يبتدي بدري كل ما الواحد يبقى يقدر يوصل للهدف اسرع ويقدر تبقى كل شيء منتظم. مهم جدا 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 ان احنا اثناء التحاليل بنقيم المسألة، هل الموضوع في الرحم ولا الموضوع في الأنابيب ولا الموضوع في عنق الرحم ولا الموضوع عند الزوج. فطبعا كل وحدة من الوحدات دي لازم بيبقى لها نظام معين، بحيث ان انا دايما وانا ماشي مع المريضة لازم بحاول اطرح اقل استهلاك للمرضى، ما بتعبهمش، ما خليهمش يجوا فترات طويلة، ما كلفهمش كتير. هي دي الحرفية في العلاج، الحرفية في العلاج ان دايما الواحد ما يحاولش ان هو يستهلك اللي قدامه، علشان حتى كمان يبقى فيه ماس ميديا تقدر العيانة تحكي لقرايبها واصحابها ان الدكتور ده ما كلفنيش، ما دخلنيش في متاهات، كان محترم. دي النقط على فكرة الاثيكس دي لطرق علاج المريض عموما دي مهمة جدا جدا جدا. وعموما انا يعني أتمنى لكم كلكم ألف صحة وسلامة، وشكرا جزيلا، شكرا قوي قوي، مع السلامة، باي باي.